السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائع، معكم أخوكم محمد في فيديو جديد على القناة. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. كشفت ريلمي عن هاتف جديد ينتمي لفئة الهواتف المتوسطة ريلمي 8 برو بكاميرا قوية ومواصفات رائعة. نستعرض لكم في هذه المراجعة السريعة مواصفات ريلمي 8 برو الذي يأتي بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بيكسل وأسعار منافسة. وقبل البدء أحب أن أدعوك أخي الكريم للاشتراك في القناة إن كنت غير مشترك، وتشجعنا بالضغط على زر الإعجاب، واترك لي رأيك في التعليقات حول هذا الهاتف. وعلى بركة الله نبدأ الفيديو. يأتي تصميم ريلمي 8 برو بحواف جانبية نحيفة وبدون نوتش، لكنه بثقب أعلى يسار الشاشة يحتوي على كاميرا سيلفي. الهاتف مصنوع بالكامل من البلاستيك مع وجود مستشعر البصمة في أسفل الشاشة. تصميم الهاتف من الخلف يعتمد على مربع يستوعب الكاميرات الخلفية، وفي الأسفل يوجد مدخل USB من نوع C ومنفذ سماعة الأذن 3.5 ملم. يأتي الهاتف بوزن 176 جراما وجاء بسماكة 8.1 ملم وطول 16 سنتيمتر والعرض 7.3 سنتيمتر، ويدعم تركيب شريحتي اتصال، ولكن الهاتف لا يدعم شبكات اتصال الجيل الخامس. فيما يتعلق بالشاشة فمقاسها 6.4 انش بدقة Full HD Plus بكثافة 411 بيكسل بالانش من نوع سوبر أموليد بمعدل تحديث 60 هرتز، وهي بأبعاد طولية 20:9. هذه الأرقام تمنحنا شاشة جيدة بواجهات جميلة. من حيث الأداء يعمل هاتف ريلمي 8 برو بنظام أندرويد 11 مع واجهة ريلمي UI 2.0، كما يعمل بمعالج سناب دراجون 720G 8 نوات بتردد يصل حتى 2.3 جيجاهرتز، وهو مناسب للاستخدام المتوسط ومرفق بمعالج رسوميات أدرينو 618. يأتي الهاتف بنسختين من حيث الرام وذاكرة التخزين الداخلية، الأولى برام 8 جيجا بايت وذاكرة التخزين الداخلية 128 جيجا بايت، والثانية برام 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، ويمكن تركيب ذاكرة خارجية. يتميز ريلمي 8 برو بكاميرا خلفية رباعية العدسة، الأولى بدقة 108 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.9، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بزاوية رؤية واسعة بفتحة عدسة 2.3، بينما العدسة الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل وهي كاميرا ماكرو لتصوير العناصر القريبة بفتحة عدسة 2.4، والرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة 2.4 لدعم عمق التصوير. الكاميرات تأتي مزودة بفلاش مزدوج وتدعم تقنية الـ HDR والبانوراما، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وهي كذلك تدعم تقنية الـ HDR والبانوراما. البطارية بسعة 4500 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 50 واط، وستقدم شحن من 0 إلى 100% في غضون 47 دقيقة حسب ما قالته الشركة. كما يأتي الهاتف بخيارات من الألوان الأزرق والأسود والفضي والأصفر، وتم تسعير الهاتف ب 250 دولارا لنسخة رام 6 جيجا بايت وبسعر 275 دولارا لنسخة رام 8 جيجا بايت. كان هذا كل شيء عن هذا الهاتف، أخبرونا برأيكم في التعليقات، هل تفضلون أجهزة ريلمي؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، وأضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.